فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليد من العراق يسأل عن الآية الكريمة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الآية على ظاهرها يعني أكثر أهل الأرض على ضلال، كما قال ربنا سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ولذلك عندما يعني نأخذ مثلا نظرة واقعية الآن للعالم، سكان الأرض، سكان الأرض الآن قرابة 8 مليارات، كم عدد المسلمين بجميع الطوائف؟ 1.8 مليار، يعني أكثر من ثلثين غير مسلمين. وقد توعد الله عز وجل بملء النار، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأيضا وعد بملء الجنة، قال ولكليكما علي ملؤها، فوعد ملء الجنة جل وعلا وتوعد بملء النار. ولذلك الإنسان لا يجعل المعيار والدليل على الحق الكثرة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نعم، لو كان المسألة فيها إجماع، إجماع المسلمين معصوم، معصوم من الخطأ، لكن إذا كانت المسألة ليس فيها إجماع إنما فيها خلاف، فرأي الأكثر لا يدل على الصواب، قد يكون الحق مع الأقل.